عندنا معرضنا ذا السنة احنا نشارك للسنة الثالثة على التوالي في معرض البحري، عارضين عدة معدات الخاصة بالمجموعة، منها المعدات الجوية اللي هي المظلات وما المظلات، وعندنا أنواع الأسلحة المجهزة فيها عناصر الوحدة، وعندنا الاستطلاع اللي هي طائرة بدون طيار، وعندنا معدات الغوص البحري الأكسجين، عندنا معدات العناصر القوات الخاصة فيما يخص مكافحة الإرهاب ولا المعدات البرية. القسم عندنا جاي نعرض الأجهزة الحديثة اللي استخدمها في الغوص، زي الكاميرات التصوير تحت الماء، زي الدباب السكوتر السحب تحت الماء، أجهزة تنظيف تحت الماء، أجهزة بالونات رفع وانتشال الأجسام الغارقة زي السفن زي الطيارات زي أي شيء غرقان تحت البحر.